حديث لم الشمل الفلسطيني وتداعيات لم الشمل الفلسطيني وعودة ما يسمى بمركزية القضية الفلسطينية على أساس أنها هي قضية مهمة وهي قضية عدالة. أرادت الجزائر في النهاية جمع كل الفصائل الفلسطينية من أجل إيجاد خارطة الطريق، من أجل إيجاد كذلك نقاط مشتركة حتى ينتهي أي عذر بالقول بأن يجب على الفلسطينيين أن يتحدوا قبل أن نساعد الفلسطينيين. أنا أعتقد أن الجزائر قامت بمسؤوليتها أمام الفصائل الفلسطينية، الآن على الفلسطينيين وكذلك على القادة العرب أن يستمروا في هذا النهج، وهو نهج عودة عدالة ومركزية القضية الفلسطينية. قضية الأمن الغذائي ليست فقط قضية مهمة لأنها قضية ليست خلافية، قضية توافقية، لكن أصبحت ضرورة حتمية. وإذا كانت القمة لم تلتفت في النهاية إلى اهتمامات المواطن العربي، فما هي أهميتها؟ ولذلك البعد، أعتقد البعد المواطني، البعد الشعبي، القمة العربية مهمة. قضايا الاقتصادية هي قضية حساسة، وللدول العربية الإمكانيات المادية، يعني السودان كانت تعتبر بسلة السلة الغذائية للعالم العربي، فهناك البحث الآن حول ما هي ميكانيزمات وآليات العمل العربي المشترك من أجل في نهاية التصدي للتحدي الكبير، وهو التحدي المناخي والتحدي الغذائي. ولأن هذه القضية باعتبار أنها قضية عليها توافق، يمكن أن تجعل القادة العربية يتقدمون في بعض القضايا التي عليها تباين. بالنسبة للمجتمع المدني، يعني مبادرة الجزائر يعني طرحت على مستوى الاجتماعات من اجتماع الخبراء بالإضافة إلى المندوبين، وكذلك اجتماع وهران للمنظمات الغير حكومية أفضى إلى بيان. هذا البيان كذلك من الممكن أن يرفع إلى اجتماع القمة. كيف يمكن الآن تفعيل دور المجتمع المدني على غرار منظمات أخرى دولية بأن يكون هناك دائما اجتماع سياسي للقمة، وبموازاة ذلك يكون هناك اجتماع مخصص للمجتمع المدني؟ القمة العربية لا تنتهي فقط مجرد ذهاب القادة العرب إلى أوطانهم، وإنما لابد من محاولة تجسيد كل هذه المخرجات. الجزائر مطالبة كذلك بالعمل مع كل أشقائها العرب من أجل ترجمة مخرجات هذه القمة أو ما تمكنوا من هذه القمة، لأن أعتقد هذا أقل شيء يمكن أن نقدمه للمواطن العربي الذي ينتظر في النهاية ما هي نتائج هذه القمة. الظرفية الحالية، أي التداعيات الاقتصادية الخطيرة جدا على العديد من الدول العربية، يمكن أن تكون هي في النهاية الحافز المتوفر، الحافز الوحيد من أجل أن تسرع الدول العربية لنقل بتفعيل الميكانيزمات السابقة وبتطبيق بعض مخرجات هذه القمة.